المنار هي البوابة الأولى ديال أوروبا وديال إفريقيا، يعني المنار هو الدخلة للمدينة، دخلة المدينة خصها تكون مجهزة. من 2015 هنا ما جاوب علينا حتى شي مسؤول على هذا الطريق، ما فهمناش زعما واش ما كاينش المسؤولين، واش ما كاين حتى شي واحد، واش الله يرحم الوالدين، واش هاد الشيء يبغي شي واحد قدام الدار ديالو. السلام عليكم، هذه سيدي قرية المنار. السيد اللي كيتكلم على هذا الشيء هذا مستشار أقل عنوينه، بأن هذه الحومة هذه ما عندها لا واد الحار، كاين السكان ما عندهم شي الماء. هذه 2009 وانا مرشح وكنغوتوا على هذه المنطقه، ما كاينش اللي المسؤولين كاملين، حتى واحد ما سمعني الكلام ديالنا. راه السكان كلشي كيغوت، كاين وذا الحار، الناس الخابات ديالهم خارجين الطريق وعينا نشكيو. واكثر عندنا الطريق ذا المنار من داخله الطريق الكبيره الا حتى الروكارس اللي عملت امانديس كاملين طاحوا في الطريق. الطريق وكتبت عليها مره اخرى المسؤولين وعينوا اللجنه، وخرجنا حنا وديك المسؤولين اللي جاوا والقايد البحراويين، وقال لك من هنا 3 شهور ولا شهرين غنجاوبوا عليكم باي حاجه. 2015 هنا ما جاوب علينا حتى شي مسؤول على هذا الطريق. وعندنا السكان هنايا الاجنبيين، هاللي في فرنسا، هاللي في المانيا، هاللي الفيلات اللي كيسواو منيار والطريق ما عندهم شي. الناس كنحشموا من الاجنبيين اللي جاوا لهذه القريه يسكنوا، كلشي كيهضر بان الطريق فيها شي اللهم هذه والمنار الداخله ذي الباب طنجه. اي مسؤول كيجوز عليها، هو المنار هو الداخله ذي الباب طنجه. المنار هي البوابه الاولى ديال اوروبا وديال افريقيا، يعني المنار هو الدخله ديال المدينه، دخله المدينه خصها تكون مجهزه. مريش مجهزه ما عندها شي طريق، ما عندها شي الويدان، ما عندها شي، يعني مجهزه باش مجهزه. فيها الفيلات وفيها القصور وفيها، ولكن ما فيهاش الطريق وما فيهاش الويدان الحار. الوالدين واش هاد الشيء يبغي شي واحد قدام الدار ديالو؟ حنا ولادنا كيزطموا فيه، حنا ولادنا كيضروا منه، لا من الواد الحار ولا من الطرقين، وحنا في الباب طنجه ما فهمناش زعما واش ما كاينش المسؤولين، واش ما كاين حتى شي واحد، واش حنا كيخرجوا ولادي، راه الدار هذه داري، ولادي كيخرجوا من هذه المصيبه هذه. مرطو واش ولادنا دائما كيمرطوا، واش اللي مسؤول يبغي واد الحر كله في الباب؟ في الصيف انا ما نكذبش عليك، داري راه انا كنهجر داري لا صيف ولا شتاء، اقسم بالله الا كنخرج من داري لا في الصيف ولا في الشتاء. وشوف داري كيفاش عامله عباد الله، وانا نخليها ونمشي انا نكري باش نبقى في هذه الروينه هذه. هو كنتمنى من الله توصل هذه الرساله لاي واحد مسؤول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.